طيب عين مثال وإيه؟ ولتصنع على عين، معناها عين الله سيدنا موسى كان داخلها ولا معناها رعايتي؟ واضحة كالشمس ليست متشابهة حتى. ثم يستدلون بحديث الدجال إن الدجال أعور، وقد علمتم أن ربكم ليس بأعور. إذن له عينان. قد علمتم أن ربكم ليس بأعور، معناه أن الله رجل له عينان، ولا معناه علمتم أن الله ليس بأعور يعني أنه ليس إنسانا، أطلق الجزء وأراد الكل. هذا مجاز اللغة مشهور جدا، واضح يا مشايخنا؟ اشتريت رأسا وتريد عجلا، بقرة صح؟ الرأس تطلق ويراد بها عشرة رؤوس يعني عشرة حيوانات. هذا شائع في اللغة العربية، اسمه مجاز مرسل، علاقته الجزئية والكلية، يطلق الجزء ويريد الكل، موجود كثيرا في القرآن. ضده إطلاق الكل وإرادة الجزء، لأن مثاله حاضر في ذهني، جعلوا أصابعهم في آذانهم. هل تستطيع أن تدخل أصبعك في أذنك ولا الأنملة؟ هذا الجزء اسمه أنملة في العربية، هذا اسمه أصبع أو إصبع، له لغات كثيرة. الأصبع هو الذي يدخل ولا الأنملة؟ الأنملة. فقال جعلوا أصابعهم، أطلق الأصبع وأراد الأنملة، مجازا عن مدى خوفهم من الصوت وشدة الأمر وهول الأمر. هذا في اللغة العربية كثيرا جدا، مجاز اللغة العربية لها قواعد. وليس في الصفات من مجاز، ولا يجوز القول بالجواز. نعم، بما أنه أثبت أن الواجب حمله على حقيقتها فمن باب التكميل قال ليس في نصوص الصفات مجاز، لا يجوز لأحد أن يقول إن وجه الله يراد به مجازه، عين الله يراد بها مجازها، استواء الله يراد به مجازه، نزول الله يراد به مجازه. لا يجوز لك أن تدعي المجاز في شيء من نصوص الصفات مطلقة. لما؟ لأن الواجب بقاؤها على حقيقته. سأقول لكم شيئا في مسألة المجاز، هل في القرآن مجاز ولا لا، سأعطيكم فيه شيئا تفصيلا جميلا. شو يا جماعة، نحن نتفق جميعا على أن المجاز عملية عقلية، المجاز مرده إيش؟ العقل. فبما أنه عملية عقلية فإذا لا يجوز دخوله فيما كان من قبيل الغيب، لأن الغيبيات لا عقليات فيها، لا عقل فيها، لا يجوز لك أن تدخل بعقلك في الغيبيات. فإذا انتفى دخول العقل في الغيبيات إذن ينتفي دخول المجاز فيها، لأن المجاز عملية عقلية أصلا. ما فهمتم هذه؟ إذا نفينا دخول العقل في الغيبيات فإذا ضمنا ننفي دخول المجاز في الغيبيات. فإن قلت وكيف يكون المجاز عملية عقلية عشان توضح أكثر، أقول شوف يا أخي، لو قلت لك دخلت المسجد فرأيت أسدا قد امتطى صهوة المنبر يخطب، هل سيفهم العاقل بعقله أنني أقصد الأسد حقيقة ولا مجازا؟ لماذا؟ لأن عقلك يأبى حمل الأسد هنا على حقيقته، إذ حقيقته في الغابة ما يجي خطب الناس. فنقول لا، يجوز حمل الأسد في هذا المثال على حقيقته، وإنما يكون على مجازه. لماذا؟ لأن عقلك لما سمع الكلام وهو متصور لحقيقة الأسد سابقا، أبى عقلك أن يحمل الكلام على الحقيقة التي تعرفها أنت، فانتقلت من الحقيقة التي أبى عقلك تأبى عقلك إلى مجازه. طيب لو قلت مثلا لقد دخلت الفصل فرأيت حمارا نائما بين الطلاب، فهل تفهمون أنه الحمار الذي ينهق؟ الجواب لا، وإنما الطالب البليد. إذن صار المجاز عملية عقلية، عملية عقلية. طيب إذا كان عملية عقلية خذوها مني، فإن عقلك إنما ينتقل من الحقيقة إلى المجاز إذا كان عقلك أصلا يعرف الكيفية. فإذا كان عقلك لا يعرف كيفية الحقيقة فإنه أبدا لا يجوز لك أن تنتقل من حقيقة أنت ما تعرفها ولا يفهمها عقلك إلى المجاز، وتقول بل يداه مبسوطتان لا يراد بها يد الله حقيقة وإنما يراد بها المجاز. طيب هل أنت تعرف يد الله حقيقة؟ عشان الأسد تعرف حقيقته، الحمار تعرف حقيقته، فانتقلت ماشي، لكن يد الله عقلك ما يعرف كيفيتها، فكيف تقول لا يراد حقيقتها؟
وش الحقيقة اللي تفر منها أنت؟ دل ذلك على أنهم لا يفهمون من حقائق النصوص إلا ما يفهمونه من إيش؟ من حقائق المخلوقات، وذلك لعلة التمثيل بين صفات الله وصفات خلقه. فلما لم يفهموا من يد الله إلا يد المخلوق قالوا لا يراد بها الحقيقة وإنما يراد بها المجاز. وإلا فأهل السنة لا يقولون ذلك لأنهم لا يدرون عن كيفية يد الله، والمجاز إنما يدخل في الأشياء التي عقلك يعرف حقيقتها أصلا. فإذا كنت لا تعرف حقيقة وجه الله فكيف تنتقل عن حقيقة تجهلها إلى مجاز؟ إذا كنت لا تعرف حقيقة عين الله ولا كيفيتها فكيف تنتقل من حقيقة أن تجهلها إلى مجاز؟ تقول لا يراد نزول الله حقيقة وإنما يراد نزول الملك والرحمة. يا ابن الحلال، أنت حقيقة كيفية نزول الله ما تدري عنها، فكيف تفر من حقيقة مجهولة؟ أفهمتم هذا؟ لكن عقله لما قلت له رأيت أسدا على المنبر يخطب، ما الذي جعله يفر من حقيقة الكلام إلى مجازه؟ لأن عقله عارف حقيقة الأسد. لكن إذا قلت لك الرحمن على العرش استوى فتقول لا يراد حقيقة الاستواء، يراد بها الاستيلاء. ليه؟ ليش تنحاش؟ وش الحقيقة اللي تهرب منها أنت؟ الأسد هربت من حقيقته عشانك عارف أنت حقيقته، لكن استواء الله حقيقته وكيفيته تعرفه أنت عشان تفر منه؟ فإذا دل ذلك على أنهم مثلوا أولا. الأشاعرة لما انتشر في زمانهم المعطلة الذين عطلوا الصفات مطلقا كالمعتزلة وبعض الفلاسفة وقالوا أن الله لا يوصف لأن وصفه بصفات متعددة يؤدي إلى تعدد الموصوف، وتعدد الموصوف غير معقول عقلا، وبالتالي يبقى غير موصوف، لأن لو وصفناه يبقى عددنا الموصوف، فأنكروا الصفات عطلوها. قال الإمام أبو الحسن الأشعري بيصلح الأزمة دي كلها، يقول لهم لا، ده هي ذات واحدة موصوفة بصفات متعددة، وأن هذه الصفات تليق بها غير مقيدة فوق مراتب العقول. أدي كل كلام أبو الحسن الأشعري. عقيدته في الرد على هؤلاء الناس بالتأويل دي عقيدة مناظرة، مناظرة الخصم. أما عقيدته الحقيقية التي يعبد الله بها هي تفويض الأمر لله وعدم التقييد، لكن هو أراد أن يؤول لبعض العقول القاصرة التي عبرت الله على أنه جسم، عبرت الله على أنه في جهة، عبرت الله على أنه يتحرك، عبرت الله على أنه ينزل ويطلع، ونسبوا إلى الله الجوارح. فاضطر أنه يقول لهم لا، ما ينفعش كده، ما ينفعش تقول إيه له عين سبحانه وتعالى، لأن العين جارحة والجارحة تقتضي الجسمية، والله ليس بجسم ولا بجوهر ولا بعرض. فقالوا لهم ما ربنا بيقول ايه ولتصنع على عيني، ما نسب لنفسه العين، تبقى قال لهم محتمل تبقى الحفظ، محتمل تبقى كذا، محتمل تبقى كذا، لكن لم يحدد معنى لها. ده بيكلم عقول مضلمة، لكن هو اعتقاده ان الامور دي كلها مفوضة امرها لله، ولكن التأويل كان لمناظرة الخصوم وليس للاعتقاد. الله سبحانه وتعالى الاعتقاد فيه هو العجز عن الإدراك، فهو فوق الإدراك سبحانه وتعالى. عين الإدراك في صفات الله هي العجز عن الإدراك، لأن الله فوق تنزيه المنزه. الله قدوس، عارف يعني ايه قدوس؟ يعني فوق تنزيه المنزه، لأن تنزيهك انت نفسه مخلوق، فمهما نزهت فتنزيهك مخلوق، والله فوق المخلوق. هذه المسألة. فمنين بقى يطلعوا إشاعات على سيدنا أبو الحسن الأشعري بعدما مات رحمه الله؟ اسمعوا، الأشاعرة يقولون نحن نثبت لله الحياة لكن لا نثبت له الرحمة. ليه؟ قالوا يا شيخ الله يوفقك، لو أثبتنا الرحمة لاستلزم أن تكون مثل رحمة المخلوقين. اسكت بس. ليه طيب؟ قال لأن المخلوق له رحمة، فلو جعلنا لله رحمة لكان لازم تصير مثل رحمة المخلوقين. قل لا يا شيخ، طيب المخلوق له حياة، أنت أثبتت الحياة، المخلوق له حياة، صح ولا لا يا جماعة؟ فيلزمكم في الحياة نظير ما لزمكم في الرحمة. فإن كان الذي جعلكم ما تنفون الرحمة لأن المخلوق له رحمة، إذن هذا يحملكم على أن تنفوا الحياة لأن المخلوق له حياة. قال لا لا لا، أنت ما تفهم،
نحن نثبت الحياة لله على وجه لا يماثل حياة المخلوقين. قل لا يا شيخ. طيب الرحمة، قل فيها كما قلت في الحياة، لأن القول في صفة كالقول في صفة. أما أن تعطي الرحمة صفة قولا وتعطي الحياة قولا، هذا تناقض. فإذا كنت تستطيع أن تثبت لله حياة لا تماثل حياة المخلوقين، فتستطيع أن تثبت لله وجها لا كوجوه المخلوقين، رحمة لا كرحمة المخلوقين، علوا لا كعلو المخلوقين، استواء لا كاستواء المخلوقين. اللي أقدرك على هذا القول في الحياة بيقدرك على نقله في جميع الصفات، لأن القول في صفة كالقول في الصفات. قال نحن نثبت صفة الحياة لله لأن العقل اقتضى ثبوتها، وننفي صفة الرحمة لأن العقل لم يقتضي ثبوتها. قل إيه يطلعوا على حقيقتكم أنكم أقحمتم عقولكم في باب أسماء الله وصفاته، فما توافق مع عقولكم أثبتتموه وإن لم يأتي عليه دليل، وما تنافر مع عقولكم نفيتموه وإن جاءت به الأدلة. أجل صار مذهبكم مبني على العقل لا على النقل، وهذا الباب باب غيبي، وقد أجمع أهل السنة على أن أبواب الغيب لا مدخل للعقول فيها. الباري نسب لذاته يد أم لا؟ نسب لذاته المجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا. نسب ربنا عز وجل إلى ذاته الاستواء على العرش نسب. ما كيف فسرها السلف؟ قالوا نفسر المجيء بالمعنى الحقيقي واليد بالمعنى الحقيقي والاستواء بالمعنى الحقيقي، لا نؤول ولكن لا نشبه، لا نشبه، نقول له استواء كما قال وله يد كما قال وله مجيء كما قال، دون تشبيه ودون تكييف. ماذا صنعنا؟ فسرنا الكلمة على حقيقتها لكن دون أن نفسرها بالمعنى المألوف لنا. نعم، فإنك بأعيننا. طيب، نسب الباري إلى ذاته الأعين. نعم، نقول كما قال الباري عز وجل نسب لذاته الأعين، ننسب له ذلك، لكن لا نقول الأعين بهذا الشكل الحدقة يعني. كذلك الحب، الباري سبحانه وتعالى قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. إذن الباري عز وجل يحب عباده حبا حقيقيا، لكن لا نشبهه بالحب الغريزي الذي يشعر به أحدنا عندما يتشوق وعندما يشعر بهذه اللواعج، ما هي موجودة بذات الله عز وجل. ذلك لأننا مكلفون بأن ننزه الله عن كل شبيه، مكلفون بأن ننزه الله عن كل مثيل، ليس كمثله شيء. نعم، إذن ماذا صنعنا هنا؟ جمعنا بين أمرين، فسرنا الحب بالمعنى الحقيقي ولم نؤوله بالإكرام والرزق والحماية والستر إلى آخره، وفي الوقت ذاته لم نجعل حبه لنا كحبنا نحن لبعضنا بعضا. هكذا قد يقول قائل، طيب لماذا لا نفسر محبة الله للعبد يعني بما يناله العبد من الله من إكرام من رزق من حماية من ستر من توفيق؟ منقول الجواب عن هذا، حب الله للعبد قديم. إذا أحب الباري عز وجل عبدا، أحب سيدنا أبو بكر يعني ما أحبه إلا لما أسلم؟ لا، الباري كان يحب أبا بكر حتى وهو يتطوح في أعماله وعاداته الجاهلية. نعم، فحب الله للعبد قديم، أما إكرامه رزقه اليوم صار الرزق، اليوم صارت الحماية، في كان أذى بده يجي الباري عز وجل رد عنه الأذى. فهذه الأمور، إكرام الباري عز وجل للعبد، ستره رزقه، هذه أمور حادثة، في حين أننا نعلم أن الله إذا أحب عبدا وأظهر حبه له فهذا يعني أنه أحبه منذ القدم منذ أن خلقه. الباري عز وجل لا، ليس هنالك كائن كان يكرهه ثم أحبه، لا أبدا. هذا هو الدليل على ذلك.